أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية. أصدرت منظمات غربية حكومية وغير حكومية مؤخرا سلسلة تقارير ترسم صورة سوداوية عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، ووضعت البلاد في أدنى المراتب وفي كل المجالات، كما صدرت تقارير أخرى متعلقة باستشراف ملامح المرحلة السياسية المقبلة في الجزائر، طارحة تساؤلات عميقة عما إذا كانت الجزائر مقبلة على حالة فوضى أم استقرار. بهذه التقارير التي أصدرتها مراكز دراسات مقربة من دوائر صناعة القرار الدولي، يتساءل المراقبون حول تأثير هذه القرارات على علاقة الجزائر بهذه الدول. تقارير رسمت سيناريوهات صعبة لمستقبل غامض للجزائر، وتخوفت من تطورات لاحقة في هذا البلد بسبب غموض المشهد السياسي وغياب أدوات واضحة في إدارة الحكم وأزمة نفط وأيضا تراجع مداخيل البلاد، فضلا عن انعدام الشفافية في المشهد الديمقراطي وانعدام متخذ القرار، يعني ليس ظاهرا ويقصدون به غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نتابع هذا التقرير ونبدأ النقاش في علاقة هذا الآخر الخارجي، العامل الخارجي في تعقيد الأزمة في الجزائر أو في الحل والخروج من هذه الأزمة. نتابع هذا التقرير ونبدأ النقاش. تقارير دولية تصدر عن منظمات حكومية مختصة أو عن جمعيات ومنظمات حقوقية غير حكومية يكون موضوعها تقييم الدول في مجالات واختصاصات متعددة، وغالبا ما تولي الأنظمة بمختلف توجهاتها أهمية لهذه التقارير وتمنحها مزيدا من الاهتمام لتتعرف منها على نقاط الظل والعثرات التي يمكن تفاديها فيما تتعامل معها الأنظمة الشمولية التي لا تعلن عن اسمها بمكيالين. ففي الجزائر تتبنى السلطة التقارير الصادرة عن كل المنظمات مهما كان توجهها أو طبيعتها، في حال ما إذا تطابقت هذه التقارير مع تصورات السلطة وبرنامجها فتتخذها كمرجعيات تبرر بها استمرارها في سياساتها وتقحمها في كل حواراتها وصراعاتها مع المعارضين لتصورها وتصبغ عليها صفة المصداقية، كما ذهب الكثيرون من المناصرين لعهدة رئاسية خامسة لتبرير هذا التوجه، فيما تتعامل بشكل مخالف تماما مع كل التقارير الصادرة عن ذات المنظمات والجمعيات مهما كان توجهها واختصاصها. إذا ما أشارت التقارير إلى التقصير أو التخلف أو النقص في أحد مجالات التنمية أو الحقوق أو الحريات وما أكثرها، في هذه الحال يجن جنون السلطة في الجزائر وتتهم هذه المنظمات بكل التهم، منها أنها أياد خارجية تهدف إلى المساس باستقرار الجزائر وأمنها، وأن هذه المنظمات لا تمثل إلا أدوات لتهديم في أيدي الأعداء، وأن لا مصداقية لتقاريرها المغلوطة التي لا يعجبها المستوى العالي للاستقرار والتنمية اللذين تحظى بهما الجزائر. والحقيقة أن معظم هذه التقارير تصدر عن منظمات تنتمي للعالم المتقدم وتنشط فيه بكل حرية وديمقراطية، ولكن هذا الخارج الذي يحظى بوجود فعلي في الدول المتخلفة، تأتي هذه التقارير لتأكيد تفوقه ومقدرته على التغيير، غير أن الدول المتقدمة غالبا ما تترك الأوضاع تتعفن دون أن تبادر فعلا إلى تبني الديمقراطية. فما الذي يمنع الدول المتقدمة من تبني الديمقراطية والحرية في هذه الدول المتخلفة؟ أم أن الاستثمار في تعفن الأوضاع والتخلف على كل الأصعدة والمستويات يكون أقل تكلفة وأكثر فائدة للدول المتقدمة؟ ينضم إلي عبر خدمة سكايب من كندا المحامي والخبير في العدالة الانتقالية الأستاذ سفيان شويتر. ورحب بك أستاذ سفيان. أهمية هذه التقارير الحكومية غير الحكومية، تصريحات سفراء في الجزائر لهذه الدول الغربية، وأيضا تصريحات لنواب برلمانيين أوروبيين يحذرون من هذا المستقبل الغامض للجزائر وتأثيره على هذه الدول. نتساءل عن أهمية هذه التقارير بشقيها، يعني شقها الإيجابي وشقها السلبي في الواقع الجزائري. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الحقيقة هذه التقارير سواء التي تصدرها المنظمات الغير حكومية أو المنظمات الحكومية الغربية ربما لاحظوا أنها تختلف ما بين مواقف السياسات هذه الدول الغربية مع ما جاء في هذه التقارير، وهي في الحقيقة أنها يعني وضعت من قبل خبراء لديهم أكثر المهنية، سيدي بروفيسيونال، هو يعطيك المادة الخام لأصحاب صناعة القرار مثلا خاصة في الدول الكبرى ليس فقط الغربية وإنما روسيا الصين إلى آخره، هو يعطيه يعني الأكثر الحقيقة سواء من المعلومات أو من التحاليل الأكثر موضوعية وأكثر مهنية. تبقى أن هذه الحكومات ستستعمل هذه التقارير، ستأخذ بعين الاعتبار أو لا أو ترفضها، هذا يبقى من صلاحيات هذه السياسيين اللي ربما لديهم أكثر اعتبارات أكثر من حقيقة، خاصة وأن نحن نتكلم بالعلاقات، هذا الموضوع هي العلاقات الدولية، والعلاقات الدولية في الحقيقة معناه هي كيفية الحفاظ على المصالح، يعني منذ نشأة الكيان الدول والاتصالات ما بين الكيانات ما في بعضها هي متعلقة بالمصالح، مصالح بدأت بالتجارية إلى آخره إلى تطور إلى المصالح الجيوستراتيجية العسكرية السياسية إلى آخره بما فيها المصالح الاقتصادية. إذن فالقرارات أو هذه التقارير كما قلت يعني هي تقريبا للحقيقة ما نراه، يعني حتى ولو حكومات ترفض، يعني مثلا الجزائر ترفض التقارير اللي هي سلبيه، ولكن الوزير الاول نفسه اللي يتكلم يعني الان خلاص، يعني النظام نفسه يقول نحن في جحيم الموس وصل للعظم بالمفهوم الشعبي الجزائري، هو معروف وش معناه. اذا فلا محتاجين لهذه التقارير لان هناك اعتراف صريح، ما هوش حتى ضمني، صريح في جهنم الجزائر. تبقى طيب. كيف ان أصحاب القرار في الدول هذه الكبرى يتخذون القرارات؟ نعم. وهذا نعم. موضوع آخر. وهذا محور آخر سيكون في هذا في النقاش خلال هذه الحلقة. تحدثت عن المصالح الجيوستراتيجية وتحدثت أيضا عن المصالح الاقتصادية، وفي هذا الشق استضيف عبر الهاتف من الجزائر الخبير المالي والاقتصادي أستاذ فرحات أيت علي. المصالح الاقتصادية في علاقة الدول الغربية وأيضا الشرقية، يعني تحدث عن روسيا عن الصين والجزائر، استمعنا إلى تعليقات لسفراء دول غربية في الجزائر، تعليقات سلبية وأيضا تعليقات لبرلمانيين أيضا سلبية، تقرير البنك الدولي أيضا سلبي بالنسبة للجزائر. والآن الحدث في الجزائر هو رجال الأعمال الفرنسيين يأتون إلى الجزائر، المنظمة الكبيرة الميدف ورئيسها يتحدث اليوم البارحة عن انتظار هذه المؤسسة لبعض المؤشرات تأتي من الجزائر لكي يعني يجدد العلاقة الاقتصادية الطويلة مع الجزائر. هذه التقارير وهذه التعليقات وتصريحات رئيس الميدف، هل هي يعني تدخل في إطار الضغط على الجزائر أم هو فقط الحفاظ على المصالح الاقتصادية؟ مساء الخير أختلم. مساء النور. في حقيقة الأمر تعليقات السفراء من المفروض تكون يعني دبلوماسية وما تدخلش خارج إطار المجاملات، ولكن كي الحق الموس للعظم كما قالها الوزير الأول، يعني ما يقدرش يعني السفير الأجنبي يبقى يجامل في بعض التصرفات اللي يعتبرها هو مساس بالمصالح الاقتصادية لبلاده بدون مبرر يعني معقول. احنا الاداره نتاعنا اخذت على عاتقها انها تسير الاقتصاد بطريقه بيروقراطيه بطريقه وحديه وارتجاليه في داخل البلاد، ما لقاتش معارضه يعني اقتصاديه ولا اجتماعيه اللي تقدر تردعها داخليا، وتظن انها على المستوى العالمي تقدر تفرض نفس المنطق الى جميع الاطراف، وتناسات انه جميع الحكومات في العالم إلى بعض الاستثناءات يعني الموبوءة كما الحكومة الجزائرية تتعامل مع البلدان الخارجية بمنطق مصالح الأمم نتاعها والدول نتاعها، مش بمنطق مصالح الأنظمة والحكومات يعني والارتجالية والعشوائية في الإجراءات.
اليوم هذيك الحكومات رأت أنه حتى في ملف السيارات كان بعض البلدان خذت حصة الأسد بالضغط السياسي والله بتعاملات مشبوهة في الداخل، وقال لك يا أخي احنا الكل نتعاملوا مع هذا البلاد ومن حقنا أن نطالبوا بنفس الحقوق وبنفس التصرفات اتجاه شركات دوانا. أما التقارير نتاع الجمعيات هذه والمنظمات الدولية المختصة، كاين نوعين من التقارير، كاين تقارير مدفوعة الأجر يعني المجاملة فيها هي نوع طاغي، وهذيك معروفة المنظمات هذه ما عندهاش مصداقية دولية كما الأخرى هذيك يعني بيزنس جروب، هذيك أكسفورد بيزنس جروب غير معروفة دولية. أما فيما يخص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إيريتاج فونديشن ولا ليزاجونس دو روتاسيون كما لاكوفاس ولا حتى بلومبرغ، هذوك ما يتعاملوش بالمجاملة. صحيح. ناس عندهم رقم أعمال أكبر من مداخيل سورة تراك في البترول وما عندهمش الحق يعني يلغيوا المصداقية نتاعهم لأجر مدفوع. والتقارير هذه على كل حال راهي أعطت الصورة الحقيقية للجزائر من الاقتصاد الجزائري والتسيير الجزائري. نعم. أستاذ فرحات، لنأخذ مثال العلاقات الجزائرية الفرنسية يعني كمثال لهذا التجاذب، يعني ما الذي يريده رجال الأعمال ومن وراهم ماكرون الآن من الجزائر حتى ندخل إلى علاقة العمل الخارجي بهذا الوضع المتأزم في البلاد؟ فيما يخص المؤسسات الفرنسية والحكومة الفرنسية، نعم. هي نقدر نعتبرهم مسؤولين على الحالة الحالية للاقتصاد الجزائري والسياسة الجزائرية. ما يقدروش اليوم يعني يطالبوا الحكومة الجزائرية بعقلانية في التسيير الاقتصادي وهما اللي تعاملوا معها مدة 20 سنة بهذا المنطق هذا نتاع المجاملة المدفوعة الأجر. كاين شركات فرنسية كبيرة اللي كانت على وشك الإفلاس وسلكها السوق الجزائري بدون أي مبرر تجاري. صحيح. اليوم إلا تكلموا هذا الكلام هو باش يرفعوا وتيرة الضغط وباش يزيدوا ياخذوا أكثر يعني تنازلات، ولكن مش تنازلات يعني في إطار التعاملات التجارية المتوازنة، لا، يعني ياخذوا تنازلات مباشرة لهم خارج الأطر القانونية متعامل بها. في نفس الوقت يعني برلمانيين فرنسيين يحذرون من أن تفاقم الأزمة في الجزائر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي قد يؤدي إلى انفجار، وهذا الانفجار قد تكون له انعكاسات سلبية على أوروبا وعلى فرنسا بالذات. كيف نفهم يعني هذا التناقض في الموقف، يعني الاستمرار في دعم هذا النظام ومن جهة التخويف من انعكاسات استمرار هذا النظام؟ يعني مش تناقض في الموقف، أنا أشوف يعني تكامل في المعاملات مع الجزائر. نعم. واحد يطلع على الضغط ويتكلم على يعني نقولوا مصير كارثي للجزائر ومسؤولية لأوروبا، وهي المسؤولية لفرنسا وحدها مش لأوروبا، والتبعات راح تكون على فرنسا ب 99% وباقي أوروبا شيء قليل يعني في الحقيقة، لأنه يعني غير فرنسا اللي عندها 3.4 ملايين جزائريين تما، واللي عندها يعني ماضي ما نقدروش نقولوا جميل ولكن عندها ماضي مع الجزائر. وزيد من فوق السفير هنا يفاوض سريا وماكرون كيجي يطالب بتنازلات وهذوك النواب اللي يرفعوا الضغط يعني راهم بمعني وللحكومه هنايا في الجزائر انهم يعني ما بقاوش كما بكري يقدروا يحميوهم الى ما لا نهايه ويبروا يعني السياسه تاعهم الى ما لا نهايه، يعني زيد ادفع كما دار ترامب يعني في الخليج. لكن هل هذا السعوديه والقطر عراهم كل في نهار سفرحات، يعني هل هذا في على المدى الطويل والمتوسط هل هو في مصلحة فرنسا؟ هل هو في مصلحة أوروبا يعني؟ وهما شافوا ما الذي حدث من تونس إلى اليمن، يعني واش حدث كل في المنطقة هذه العربية وفي إفريقيا ما مش كثير يعني إفريقيا في حقيقة الأمر. نعم. واش صرا في تونس واش صرا حتى في ليبيا، ولو كان بعض يعني الدخول يعني بالسفن الى السواحل الاوروبيه، ولكن ماشي حاجه يعني اللي تمثل خطر كبير على الامن الاوروبي. واذا صارت نفس الاشكاليه في الجزائر هما راهم يمعنيو يعني بلي بوت بيبل انه الجزائريين راحين يهجموا عليهم بالملايين،
هذا يعني من سبع المستحيلات، وهم يعلموا هذا الشيء، وراهم يهيجوا في أوروبا على أساس أنهم عاونونا على الجزائر وعاونوا النظام يبقى في استقرار. ما همش يضغطوا برك على النظام باش يعطيهم تنازلات اقتصادية، ولكن يضغطوا على باقي أوروبا أنهم يعاونوهم في السياسة الجزائرية نتاعهم، على أساس أنه الاستابيليتي يعني استقرار الجزائر مرهونة بهذا النظام. هل هذا يفسر العلاقة الغامضة للإليزي بمسألة العهدة الخامسة في الجزائر بشقها السياسي والاقتصادي؟ يعني نحن لا نستطيع أن نفصل الاثنين. والله يعني أنا شخصيا فيما يخص العهدة الخامسة والرابعة العهدات هذه كامل، نتذكر الكلمة تاعي حمد الله يرحمه اللي قال أنه النظام هذا من 62 عنده عهدة واحدة ما بغاتش تنتهي وما راحش تنتهي يعني بطرق معقولة. هو يديروا عهدة خمسة ولا ما يديروش، هو نفس النظام نفس المنطق نفس التسيير نفس الاستراتيجية ونفس التبديل للمال العام ونفس النتيجة على كل حال. يعني مرينا ثلاثة ولا أربعة أزمات في 50 سنة، كل واحدة قريب داتنا نهائيا، ومن بعد ربي يستر يزيد يطلع البترول وزيد تظهر لهم الطريق باش يزيدوا يكملوا في الفساد، وكل مرة يلحقونا إلى طريق مسدود. ولكن في حقيقة الأمر دوائر السلطة هي نفسها والمنطق تاعها هو نفسه من 1962 رايحة بين الانقلابات وتزوير انتخابات والارتجالية في القرارات، ما كانش حاجة خلاف. يعني يديروا عهدة خمسة ولا ستة أنا ما يهمنيش شخصيا، يعني كون يجي وشكون ما يجيش في إطار نفس المنظومة. سؤال أخير يعني مرتبط، وما دام نتحدث عن هذا العامل الخارجي سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي في دعم أنظمة ديكتاتورية وأيضا مشاركة في حل إذا كان حل، هل من المعقول أن نقول لأوروبا ولفرنسا أنه من الخطأ تاريخيا الاستمرار في دعم هذه الأنظمة أو النظام الجزائري، وأنه من مصلحة البلدين والشعبين أنه تكون هناك ديمقراطية حقيقية في الجزائر تستفيد كل الأطراف يعني تحت مظلة رابح كما هي العلاقات الأوروبية الأوروبية، هل هذا الطرح معقول؟ يعني في حقيقة الأمر أنا شخصيا ما طرح توهين يعني وإطار رسمي عندهم هو عدم التدخل أصلا. نعم. ما هوش يعني سناد الديمقراطية ولا الديكتاتورية، يعني ودي اعتبرونا احنا بلد عادي واعتبروا نفسكم بلد عادي وجيبوا يعني المصالح تاعكم الاقتصاديه قارنوها مع المصالح الاقتصاديه تاعنا كي نتوما كي الناس. ما عندكم حتى يعني مزيه، لا راكم خير من الناس لا اقل من الناس. ما دام حنا فرنسا نطالبوا منها بحوايج يعني اللي هي من خصوصيات الشعب الجزائري ونطلبوها تتدخل بطريقه او باخرى لطرف او لاخر، حنا اللي سمحنا يعني للناس لفرنسا ولا الواحد آخر أنه يرجع طرف في المعادلة الجزائرية ويفرض المصالح نتاعه طبعا، وعلاش يحوس على المصالح نتاعك انت؟ وحقيقة في صالح فرنسا أنها تكون استقرار ديمقراطي والشعب يعني حر والشعب يكون يعني يحب الوطن نتاعه وما يهربش منه في الجزائر، ولكن اليوم الحكومات الغربية يتحكم فيها السوق ما يتحكموش فيها السياسيين. صحيح. ما كانش الجنرال دو غول ولا كليمونسو في فرنسا اليوم، كان في البنكي ماكرون كان يخدم في البنك، واحد بنكي هو مصالح فرنسا عنده رايحين كامل يعني في تعاملات اقتصاديه ولو مشبوهه بزنيسه تظهر له نجاح عظيم، ولو يعني المستقبل تاع فرنسا يقدر يكون في خطر بالتصرفات نتاعو. ولكن اليوم لما يحكم شركه فرنسيه مفلسه ويجيبها صفقه بمليار اورو هو يعتبرها انتصار كبير للاقتصاد الفرنسي ولو على حساب الشعب هذاك وحساب الاستقرار تاع البلاد هذه. نعم. ولو حتى على حساب مستقبل فرنسا الامني. نعم. المستقبل. شكرا جزيلا الاستاذ فرحات اي تعليل الخبير المالي والاقتصادي على هذه المشاركه، كنت ضيفنا عبر هاتف من الجزائر. اعود الى ضيفي في كندا الاستاذ فيان شويتر. اذا يعني هذا الشق الاقتصادي والسياسي، كيف نخرج من هذه الجدليه أن لا نقع في مسألة جلب الخارج لمساعدة الجزائريين لكي يروحوا للديمقراطية ولحياة الحريات، وفي المقابل نقول لهذا الخارج أن يكف
دعمه للنظام في الجزائر. ما هي الخطة وأنت دارس لتجارب دولية في قضية علاقة الأزمة الداخلية بالعامل الخارجي؟ شوف، اولا حسب دوله عندها طبيعه المصالح تاعها، يعني نظره المصالح الفرنسيه في الجزائر تختلف ربما على النظره الامريكيه لمصالحها في الجزائر. نعطيك مثلا على الولايات المتحده الامريكيه، ربما الاكثر المصالح تاعها هي ما يسمى بالحرب العالمية، اكثر يعني الحرب العالميه ضد الارهاب، يعني بعد سبتمبر ولاو اكثر هناك علاقات أمنية استخبارية إلى آخره، ربما دعم نوعا ما من النظام، لأن كان موقف تغير في التسعينات، كان هناك مواقف تنتقد النظام في طريقة معالجة الأمر، وبعد تغيرت هذه الأمور. ولكن الآن تصريحات من الإدارة الأمريكية الجديدة مثلا في قضية الحرب العالمية أصبحت ليس من أولوياتها. الآن الإدارة ترامب تتكلم أن الخطر الأمريكي هي روسيا والصين والحرب، وبالتالي ستتغير، وشفناها مثلا خاصة بالنسبة لأمريكا كيف تعاملت مع مشرف الجنرال الباكستاني اللي كان في الحكم، برويز مشرف في الباكي. نعم بالضبط، برويز مشرف اللي كان هو حليف استراتيجي. عن ما تغيرت نظرتها الأمريكية مع المصالح، تم إطاحته والمتابعة تاعه. هذه هي النظرة الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة لبينوشي، حتى بينوشي ولكن كان هو أذكى، عرف أنه بداية نهاية الحرب الباردة، لأن أمريكا هي التي وضعته في الحكم، ولكن هي مستعدة بعد عن ما يصبح ماهوش فيه فائدة لأن تغيرت المصالح، عمل على انه ينسحب احسن باكثر من ضمانات. نعم. لضمانات ليه اكثر، عكس مثلا فرنسا، لان هناك تراث تاريخي قوي، لان كانت من المستعمرات. ولكن في نفس الوقت عندها واحد النظره غريبه، يعني لو تقارنها بالتعامل، يعني شوف مثلا في تونس، يعني لاخر لحظه يعني قريب يطيح بن علي، ووزيرة الدفاع آنذاك في البرلمان في المجلس الوطني تلح على مساعدة النظام، مساعدة القمعية. نعم بالضبط، على مقارنة عن المواقف بعض الدول اللي تغيرت، لأنها شافت أنه راح يطيح إلى آخره. السؤال المطروح هو في حقيقة الأمر، لماذا ربما الدول هذه تساعد النظام أو تؤيد أو تتعامل معه؟ هو في الحقيقة لأن هذا هو الواقع، هذا هو اللي حاكم، يعني لو دفاكتو هذا هو النظام، وبالتالي بد من التعامل. ثاني حاجة أنه هو نظام غير شرعي وضعيف، الأنظمة الغير شرعية هي أنظمة ضعيفة، يمكن أن تتعامل معها وتفرض عليها بعض من ملفات أو مواقف أو سياسات إلى آخره. النظرة الثالثة هو هل عند هذه القوى، هل تعتقد أن هناك بديل كذلك على النظام؟ وهذا سؤال يطرح على القوى المعارضة، هل المعارضة تمكنت من إعطاء صورة للقوى الإقليمية أو العالمية أنها بديل حقيقي على هذا النظام، لكي ربما أن هذه الحكومات تغير من سياساتها؟ تعرف أنه في بعض الدول تتعامل يشكلوا حتى لوبي. السؤال مطروح، هل المعارضة مثلا الجزائرية في باريس مثلا، هل شكلت حقيقة هناك لوبي تتعامل وفي اتصال كثيف مع دوائر صناعة القرار، مع الإعلام إلى آخره؟ نفس الشيء، هل وجود هناك لوبي معارض جزائري في العاصمة الأمريكية، في واشنطن، في لندن إلى آخره؟ هذه كذلك لابد من على المعارضة أن تلعب الدور ولتبين أو تقنع هذه العواصم على أساس أولا أنها بديل صادق محكم للجزائر. نعم. واستبدال النظام لا تقع على الجزائر. نعم، لكن أنا نقع في هذه الحالة في 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 مشهد معارضة تطلب مساعدة الخارج لإحلال الديمقراطية، يعني مصطلحات الديمقراطية على الدبابة الأمريكية، ربما قد يسمون الدبابة الفرنسية في حينها. لا، القضية مش قضية طلب المساعدة أو طلب. نعم. التدخل.
المطالبة على أولا الكف عن التأييد ومساعدة هذا النظام، وثاني حاجة على أساس إحنا البديل على هذا النظام هوش بديل معارض للمصالح، يعني لأنه مستحيل أن تدخل كل دول لديها مصالح ومصالح مشروعة، يعني التعامل الاقتصادي حتى ولكن بشرط ليس على حساب الشعب، ولكن على الأساس أن تعطي الصورة لأنه أن تكف عن الدعم لهذا النظام، وأنها بديل، يعني بديل حقيقي، وأنها كذلك أنها لا تشكل خطرا على المصالح، لأن هذا منطق، يعني الإنسان يتخيل لو كان حاكم في الجزائر وفي قوى سياسية مثلا في دولة جارة، هذه القوى لو وصلت الحكم في دولة جارة وهي معارضة للجزائر، معارضة للمصالح الجزائر، يعني هل الجزائر يعني تقيد يدها أو تعمل بوسعها لمنع هذه القوى للوصول؟ يعني نعم، هذا ماشي قضية المثالية، هذه علاقات دولية، لازم يدي ريزون ديتا، هذه أكيد، يعني لازم تحمي مصالحك، وبالتالي طيب سنعود، هذه نقطة معقدة جدا، سنعود لتفصيلات بعض يعني الأفكار فيها. ابقى معي أستاذ سفيان شويطر. ينضم إلي المستشار السابق في الرئاسة وأيضا السناتير السابق الجزائري الأستاذ محمد بن عالية، معي عبر هاتف من الجزائر. أستاذ محمد، هذه العلاقة مع الآخر، العمل الخارجي في الأزمة الجزائرية، يعني الكل يتفق، يعني كما كان يتحدث إلينا يعني الأستاذ أيت علي، السبب أزمتنا هو هي شركات فرنسية والموقف الفرنسي، موقف بعض الأنظمة الأوروبية والغربية التي كانت تدعم النظام الشمولي في الجزائر، تدعم التزوير في الانتخابات، تدعم الانتهاكات وتتغاضى عنها، انتهاكات حقوق الإنسان. إذن هل معقول أن نقف لنقول لهذا الآخر أنه ليس من مصلحته ولا مصلحة هذه الشعوب أن تبقى العلاقة بهذا الشكل؟ اهلا سي سليم، مساء الخير، تحيه ليك ولضيوفك والاخوه المتتبعين. كلنا انا لم اتابع ما تفضل به ضيوفك من قبل، ولكن في هذا الجانب انا يعني لو تفضلت سي سليم وتعطيني الفرصه باش نعطي لمحه تاريخيه للجزائر وفي علاقتها مع القوى الخارجيه. ما يمكنش نفهموا الواقع هذا بدون الرجوع الى هذه المرجعيه تاع المسار التاريخي لعلاقه الجزائر مع الاخر او مع الغير. الجزائر كما تعلم اخ سليم هي دوله محوريه، يعني ان استقرار الجزائر هو من استقرار المنطقه برمتها، وبصوره ادق فان تدهور الوضع في الجزائر بالتاكيد سيكون له انعكاساته السلبيه الخطيره على دور الجوار كالمغرب وتونس وليبيا، وستكون له تبعاته الخطيرة أيضا على بلدان الضفة الأخرى من المتوسط على رأسها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسيشكل حالة من الاضطراب والاستقرار في هذه البلدان كذلك. ولنا العبرة في الهجرة غير الشرعية الحرقة التي أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا ليس على بلدان الضفة الشمالية من المتوسط، وإنما على بلدان الاتحاد الأوروبي برمتها، فما بالك بتفاقم الاوضاع وتدهور الحاله الامنيه بالجزائر؟ اذا انا حسب رايي ليس من مصلحه الطرف الخارجي ولا سيما البلدان الاوروبيه وعلى راسها فرنسا من اثاره القلاقل في الجزائر وخلق الازمات بالشكل الذي يهدد الامن والاستقرار الجزائري. وكما يعلم يعني الجميع انه حتى نهايه السبعينيات من القرن الماضي، يعني اذا كنا نرجع شويه للتاريخ، الجزائر لم يكن لامريكا ولا لفرنسا اي دور في الشأن الداخلي، ولا في تعيين الرؤساء، ولا في إسقاطهم، ولا في رسم سياستها الداخلية ولا الخارجية. لماذا؟ لأن آنذاك الجيش كان كتلة واحدة متماسكة، والشعب كان ملتفا حول قيادة سياسية نوعا ما. لكن ما وقع في الثمانينيات أنه حدث عطب، إن لم أقل تصدع في هرم السلطة. هذا العطب أدى إلى تعدد مراكز القوى بين حزب والرئاسة والجيش من جهة أخرى، بفعل تنفذ رجالات هذه القوى في دوالب السلطة. في أواخر الثمانينيات ظهر هذا جليا عندما ساند ميتيران بقوة الشاذ بن جديد،
قبل رحيل الشادي بجديد ومجيء بوضياف تمكنت سيادة الجيش آنذاك، وخلينا نقول بصريح العبارة، مصالح المخابرات من بناء علاقات مع المخابرات الأمريكية. هذه العلاقة كانت على حساب الثورة الفرنسية في الجزائر. وما يؤكد هذا الطرح أن ميتيران الذي يمثل فرنسا الرسمية آنذاك كان ضد استقالة الشادي بن جديد، وحاول أن يمارس ضغوطا، لكن البيت الأبيض آنذاك أصدر بيانا يشيد فيه بالانتقال الديمقراطي بين ظفرين، بينما فرنسا في بديء أمرها اعتبرت هذا انقلابا وليس انتقالا ديمقراطيا. صحيح. إذن في تلك الفترة وقع جدال، حتى لا نقول سجال، بين البيت الأبيض والسلطات الفرنسية، وحسم الأمر لصالح الأمريكيين. لكن فرنسا تحركت بعكس ذلك أوروبيا ضمن مجالها الإقليمي، وقامت بعزل الجزائر دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، وزادت النار اشتعالا. هنا بدأ الدور الأمريكي يأخذ أبعاده، وأصبحت فرنسا تقوم بدور، تسمح لي من العبارة، المناولة السياسية، يعني لا سوتريتونس بالرغم من أن فرنسا تعتبر دوما أن الجزائر هي الحديقة الخلفية لها، وأنها ضمن اختصاصها ومجال نفوذها، غير أن الواقع يؤكد غير ذلك، لأنه لا دولة عربية أو إفريقية منتجة للبترول لا يمكن أن لا تخضع للنفوذ الأمريكي. إذن من كل هذا نستخلص أن تعيين الرؤساء أو الحكام في هذه الدول التي عادة ما تكون أنظمة هشة فاقدة للشرعية تحتمي بالخارج لاستقواء هذا شعوبها، أقول أن تعيين الرؤساء في هذه البلدان لا يتم إلا بموافقة أمريكا وموافقة الأمصار، ولنا في مجيء بوضياف عبرة، لأن فرنسا عرض استقالة الشادي ومجيء بوضياف تم الترحيب به من أمريكا، هذا معناه أنه تم استشارة الطرف الأمريكي وعدم إطلاع الطرف الفرنسي. إذا كان نرجع شوية للتاريخ، إذن مجيء بوتفليقة كان من إنتاج الديارات لا غير، وبمباركة الجيش، وكان الشرط لعدة عهدة واحدة، لكن بوتفليقة تمكن من بناء علاقات مع الطرف الأمريكي وبمساعدة خليجية، وترشح لمرة ثانية، ثم عدل الدستور وبقى يترشح إلى ما لا نهاية. إذا طيب. ها هو نعم. المشهد نعم. المشهد يعني نعم. المسار نتاعه باش نقدر نفهم الواقع الحالي. صحيح. وما هي المؤثرات الخارجية نعم. التي تؤثر على القرار الداخلي نعم. وعلى صناعة الرؤساء في الجزائر نعم. وعلى ما الآن أستاذ محمد نعم الآن أستاذ محمد بعد 2011 ثورات الربيع العربي اتضح على الطرف الآخر يعني وخاصة أوروبا أنه الاستمرار في دعم الأنظمة بهالشكل وخلق القلاقل بالطريقة العقلية القديمة يعني الاستعمار القديم وأدواته في إفريقيا والشرق الأوسط أن هذه الأدوات أصبحت غير مجدية، لأنه هذه الأنظمة أنتجت أزمات داخلية وثورات شعبية وانعكاسات سلبية على أوروبا وعلى مصالحها. إذن السؤال هنا يطرح، هل يجب فرض على هذا الطرف العمل الخارجي أنه تكون هناك علاقات متوازنة مع هذه الشعوب، أو كما قرأت يعني كثير من التقارير قضية المصالحة مع هذه الشعوب ولما لا تقديم الاعتذار لها، وأنه من حق هذه الشعوب في الضفة الأخرى بأن تعيش في الديمقراطية وفي الحرية مثل الشعب الفرنسي والألماني وأيضا البريطاني، أليس كذلك؟ أكيد. هذا من الجانب النظري للجانب السليم للأمور، لكن الواقع والمصالح تقول عكس ذلك. كما نعطيك مثال شعبي اللي يقول لك ما نضربك ما نوض عليك، هما ماذا بهم، ولا سيما امريكا ومن بعدها فرنسا، لان فرنسا اصبحت عندها دور ثانوي في الجزائر، ماذا بهم، يبقى الامر الواقع كما هو عليه، والامور تبقى مستتبه بهذه الكيفيه خدمة لمصالحها، لأن المصالح هي التي تتحكم في العلاقات بين 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 هذه الدول والجزائر. لكن في المصالح دعم الديمقراطية، وكانت الكثير من تجارب سعودي لا استاذ سفيان شويطر لكي يتحدث عنها،
هي جزء أيضا من الحفاظ على المصالح، لأنه الاستمرار في دعم نظام ديكتاتوري قد تكون عنده انعكاسات سلبية على المصالح، أليس كذلك؟ يعني هناك هذا القول أيضا. أكيد أكيد يكون عندها انعكاسات على المصالح على الدولة هذه، ولكن ما تعرفش كيفاش نظرة كيفية صناعة القرار. إذا كان مثلا فرنسا حاليا ترى أن احتمال سقوط أو وقوع فراغ مؤسساتي أكاو في الجزائر بسقوط هذا النظام بسبب سياسته هذه الفاسدة، راح يكون هناك موجة من المهاجرين واللاجئين إلى آخره، ربما عندها نظرة تقول أن الوسيلة أو السياسة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي بالنسبة لليبيا قد نجحت نوعا ما، وهي تمويل البعض من المسلحين أو ما يسمى بالدولة الموجودة على فتح محتشدات معتقلات، حتى لو أنها لا تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن على الأقل تبقى تحكم. هل هذه السياسة التي تبع الاتحاد الأوروبي بالنسبة يعني ريكول بالنسبة للهجرة بالنسبة لليبيا ستنجح بالنسبة للجزائر؟ هذه والله ماني عارف، يعني أنا شخصيا ما نقدرش، ولكن النظرة حاليا بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي نجحت، وبالتالي يمكن أن تطبق بالنسبة للدول الأخرى. هذه من جهة، وأنا ألح كثير على يعني المصالح. لابد الإنسان يكون واقعي في السياسة، يعني هناك المثالية حقيقة يحاول أن نطبق المثل الكبرى، ولكن العلاقات الدولية ما فيهاش الأخلاق وما فيهاش، هي فيها مصالح فيها الواقع. لكن يعني لكن يعني هذا موضوع معقد جدا، يعني هو ورطة، الحديث فيه ورطة الآن. سيد سفيان، العلاقات الدولية مبنية على المصالح، لكن على الأقل هناك مثل، هناك مبادئ ترتكز عليها هذه الدول الديمقراطية في العالم وتتغنى بها، يعني ألا يمكن إحراجهم في هذا الموضوع؟ يعني ألا يمكن أن نقول للرئيس الفرنسي أو المستشارة الألمانية أو للرئيس الإسباني أو للوزير الأول رئيس الحكومة البريطاني أنه كيف لك أن تساند نظام مبني على التزوير في الانتخابات وهي قضية غير أخلاقية؟ هل ممكن التأثير على الرأي العام في هذه الدول مثلا؟ على يعني لا يمكن أن تكون هذه العلاقة بالطريقة التقليدية كالاستعمار القديم، يعني أنه إحنا شعوب متخلفة لدينا فقط المواد الأولية وهم شعوب متقدمة ويجيوا يأخذوا المواد الأولية والإسكلافاج وكل القصص التي تعرفها. وهذا ما قلت، يعني قلت على أساس أن المعارضة والقوى السياسية المعارضة عليها أن تشكل في هذه الدول نظام اللوبيات، يعني تربط علاقات مع النواب، مع دوائر صناعة القرار، مع دوائر تأثير في صناعة القرار من الإعلاميين. دور مهم، هذا واجب على المنظمات، سواء منظمات الجزائرية الغير حكومية، منظمات حقوق الإنسان، أحزاب سياسية، على تشكيل هناك جاليات مهمة في أمريكا، في كندا، في بريطانيا، في فرنسا، خاصة في إسبانيا إلى آخره. لابد أن يعني ما نراه حاليا في الحقيقة الأمر، المشكلة هي فقط بانوا إلا في مواعيد الانتخابات التي تجرى في الجزائر، ربما نشوف الجالية تبدأ تعمل، ولكن بعد هناك ما فيش هناك. أنا شفت أنا في واشنطن، يعني في قانون يسمح لك بيدخلق لوبي، يعني في واشنطن أمر عادي ما مسموح. شفت أن حتى اليمنيين لديهم لوبي، لديهم علاقات، لديهم يعني اتصالات مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، يعني يديروا له حفلة بغذاء وعشاء يمني وفقط للشرح الوضع في اليمن. يعني لماذا نحن كذلك؟ لأن هذه مسؤوليتنا احنا كذلك، النخبة والقوى المعارضة والقوى السياسية، على تأثير في لأن تخلي الوتيراء وكأنك خليت الأرض للنظام الذي من حقه سيدي بونغار أنه هو يشرح لهذه الأنظمة، لأنه هو البديل وهو الوحيد اللي يحافظ على المصالح الحكومة، لأنه كنت تأتي هذه القوى ويستغل قضية الإسلاميين. نعم بكل صراحة، يستغل بقضية الإسلاميين
لو يوصلوا الاسلاميين خلاص تطبيق الشريعه الاسلاميه، داعش توصل، داعش تصبح قريبه على مدريد وعلى باريس الى اخره. علينا نحن نبين كذلك على اساس انه الحل الوحيد للمصالح والقضاء حتى على التطرف بكل اشكاله هي عندما اقامه نظام ديمقراطي، نظام صحيح القانون. يعني شوف حتى حركه نهضه، عفوا فقط يعني نعطيو اكزامبل تاع حركه النهضه التونسيه، يعني كانت الاول نوع من عندهم الذكاء والحكمه في السياسه، اصبح من الحزب المقبول، يعني ربما توجه له دعوات لكل البرلمانات في الدول، يعني يعني ليماج، لان سيت اون غير ديماج. صحيح السياسه كذلك هي صوره، كيف تعطيها لانك متشدد وتمس بمصالحك، ولا لا بالعكس صحيح تحافظ فقط على مصالح شعبك والى اخره. نعم سأعود اليك استاذ سفيان، شو تنضم الينا عبر الهاتف من الجزائر رئيس حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي سيده زبيده عسول. هل هل, هل 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 ممكن ان المرحله الجايه تكون مرحله النشاط على الصعيد الخارجي على الصعيد الدولي لقول لهذه الدول الديمقراطية كفوا عن دعم التزوير، دعم الفساد في الجزائر، دعم النظام الشمولي ديكتاتوري في الجزائر، والذي لا تقبلوه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا لا تفرضوه علينا يعني في النهاية؟ هل يجب أن نذهب إلى هذه المرحلة؟ مساء الخير سي سليم. مساء النور. اولا انا ما نوافقش هذا الراي، هذا باللي لازم نفتشوا على الحلول تاعنا لمشاكل الجزائر في الخارج. انا شخصيا ما نعتقدش باللي هذا هو الحل الامثل. لماذا؟ لانه اولا لازم الحل يجي من طرف الشعب الجزائري، من طرف النخب الجزائريه، من طرف الطبقه السياسيه. ما نقدروش حنا دائما وابدا نفتشوا على الحلول من جهات اخرى. وهذا تعرفي هذا هو الفخ، هذا هو السيده زبيده. نعم سيده زبيده عسول، يعني هذا هو الفخ الذي نريد ان نتفاداه، سواء في نقاشنا هنا في قناه المغاربيه او حتى في نقاشات بين النخبه في الجزائر. المطلوب ليس دعم خارجي، الحديث عنه خطاب من النخبه في الجزائر لهذا الخارج بان يكف دعمه لهذا النظام في النهايه. لا هي سي سليم ما لازمش الانسان يكون نايف كما نقولوا احنا. الدول الاجنبيه عندها مبدا واحد يحكم العلاقات الدوليه، لا عداوه دائمه ولا صداقه دائمه، بالمصلحه دائمه. اذا القوى الاجنبيه ما يهمهاش فيك كشعب، يعني هل تصورت امريكا ولا فرنسا ماذا بها الجزائر تولي دوله ديمقراطيه ودوله مكتفيه اقتصاديا وتنمي الاقتصاد تاعها وتستغنى على الاستيراد وتكون سوق مفتوح للسلع الاجنبيه تاعهم؟ احنا الان رانا نخدموا على الاقتصادات الدوليه، لانه رانا فاتحين السوق تاعنا ولا اقتصاد بازار، الناس تبعث لنا نيمبورت كوا، وحنا رانا نشريو مادام كاين الفلوس تاع البترول رانا نشريو بها في السلع. اذا هذه ثاني يعني عبر التاريخ نظن بلي لازم نستخلصوا العبر والتجارب، بلي ما ننتظروش من الناس هذو راح يجيو يخموا علينا ويقولوا لنا الشعب الجزائري مسكين لازم الديمقراطيه ولازم نعاونوهم باش يتغلبوا على النظام الشمولي ولا لا. لكن تطرح سيده زبيده تطرح من الجهه الاخرى، يعني انه نظام مستقر في الجزائر، نظام ديمقراطي في الجزائر، اقتصاد حر في الجزائر، قضاء مستقر في الجزائر، قد يخدم التبادلات الاقتصاديه ويخدم ايضا المصالح، وما تكونش الهجره، وما يكونش العمليات الارهابيه المرتبطه بالوضع الاجتماعي وايضا بعمليه الاحتقان والكثير من الامور. هم يقولون ذلك، يعني هم يقولون بانه تدهور الاوضاع في الجهه الاخرى سبب لنا مشاكل. فجاءت المقولة الأخرى يقولوا باللي هذه المشاكل أنتم سبب فيها، لأنه أنتم دعمتوا النظام في الديكتاتوري في ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي الجزائر، وهذه هي الحل. يعني إذا هذه يعني النظرة هي من هذه الزاوية فقط. إيه صحيح، هي الآن هذه القوى هذه يعني كاين دول عندها 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 مخطط، نعم يخدموا على 50 سنة وعلى 100 سنة،
وهم يحوسوا على الثروات. اللي همهم كيفاش يوصلوا للثروات وكيفاش يحسنوا رواحهم ويديروا مراكز شغل للمواطنين تاعهم وكيفاش يطوروا بلدانهم إلى آخره، ما همش يخموا علينا احنا. لكن من جهة أخرى احنا كيفاش نقدروا نقنعوا هذا الأجانب باللي لازم احنا من الداخل تكون قوة ولا جبهة داخلية هي اللي قوية وتعمل على إرساء الديمقراطية وتغيير هذا النظام بالطرق السلمية، لأنه احنا كيعانينا من الإرهاب وعانينا من 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 كل التدمير اللي عاشته الجزائر خلال عشرات السنين. واحد موقف معانا هذه الدول الأجنبية باش نتفاهموا مليح، يعني كانت الجزائر في عزلة تامة من طرف حتى البلدان الشقيقة والصديقة، ما كانوش واقفين معانا. إذا الشعب الجزائري وقف وقدر يتعدى هذه الأزمات هذه كل لأنه الجبهة الداخلية كان عندها وعي وقالت لازم الآن نتجندوا كل باش نقف في وجه هذه الظواهر هذه. الآن كي تقول لي نتاع القوى هذه الأجنبية سي سليم، داعش شكون خلقها؟ القاعدة كيف كيف؟ دروك يا أخي هما الأمريكان وبعض المصالح مصالح المخابرات تاعهم راهم يعترفوا يقولوا باللي داعش راهي من صنع المراكز الاستخباراتية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية. والتمويل تاعهم منين يجي؟ هذا الناس هذو منين يجيبوا في السلاح؟ شكون يبيع لهم في السلاح؟ هما يديروا الاندستري تاعهم ميليتير، كيفاش باش يجربوها؟ يجربوها في الدول هذه. دونك حنا بالنسبه لنا في الجزائر عندنا مقومات، قادرين حنا على رواحنا كشعب وكنخب وكطبقه سياسيه، وربما نعولوا ثاني على بعض الناس اللي موجودين في النظام اللي هما يكون عندهم درك وعي باللي يستحيل نكملوا في هذا الطريق، يستحيل راهم وصلوا الى طريق مسدود. من المستحيل اننا نكملوا بنفس الطريقه وبنفس اسلوب التسيير. درك الخطر سكرم عندك ناس اللي عندهم دراهم بطريقه غير مشروعه ولو هما ياثروا على القرار السياسي. نعم ما نقدروا نتغلبوا عليها غير احنا كجزائريين من الداخل. سعودي ليك سيدة زبيدة في سؤال اخير، يعني في نفس السياق ومن زاوية أخرى. سؤالي ليك الأخير أستاذ محمد بن عالية، كيف نخرج من هذه الجدلية وهذه العلاقة غير الواضحة بالنسبة للجزائريين، علاقة العامل الخارجي والفرنسي بالتحديد وتعقيدات الأزمة الجزائرية؟ إذا تكلمنا على العامل الخارجي ولا سيما الفرنسي، نعم أنا يعني حسب وجهة نظري أظن أن استقرار الجزائر هو العامل الوحيد ليخدم فرنسا. لماذا؟ جميل. لأن فرنسا ستربح سوق استهلاكية، يعني مارشي دو كونسوماسيون تري امبورطون، لأن السوق الجزائرية سوق مهمة وواعدة بحكم قربها من فرنسا وبحكم ان ذوق الشعب الجزائري ميال للمنتجات الفرنسيه. اذا فرنسا ما دامها الان تلعب دور من خلال الامريكيين بمعنى انها غير قادره عن التاثير والتوجيه في الجزائر الا عبر الوسيط الامريكي، فما عليها الا ان تدعم الاستقرار في الجزائر وتدعم التعدديه الحقيقيه في الجزائر، لان من خلال الاستقرار ومن خلال هذه التعدديه ستربط فرنسا خيوطها من جديد مع الاحزاب ومع النقابات ومع تنظيمات المجتمع المدني التي ستظهر على الساحه السياسيه التعدديه، بمعنى ان اعاده التموقع في ظل الجزائر التعدديه سيمكنها من استرجاع تاثيرها ونفوذها في الجزائر. وايضا الصعيد الداخلي نعم. بما يخصنا احنا وايضا يخدم نعم وايضا يخدم المصالح الجزائريه، يعني في النهايه ستكون الوضع بين دولتين مستقلتين ومصالح مشتركة بين الدولتين، يعني ربما هذه الصورة التي يطمح إليها الجميع، أليس كذلك؟ أكيد أكيد أكيد، هذا هو اللي نطمحوا ليه الجميع، وهذا هو المفروض اللي يكون يربط العلاقة بين فرنسا والجزائر. نعم.
ولكن احنا درك اللي مطلوب منا احنا على المستوى الداخلي هو ان كل هذه الاحزاب والتنظيمات الحقوقيه والمجتمع المدني يجب عليها التحرك على الصعيد الداخلي اولا. نعم. ورص صفوفها وتصعيد نشاطها من ومن خلال هذا العمل الجاد تبعث برسائل للطرف الاخر الخارجي. نعم. تحذره من مواصله دعم سلطه الامر الواقع في الجزائر. واضح. هذه النقطه هناك تحرك. نعم. باتجاه الاخر. نعم. الخارجي وتحذيره من الاستمرار في اسلوبه وسلوكياته في دعم هذه السلطه. نعم. وهذه فكره واضحه وربما تتفق معك الكثير من التقارير التي تذهب تماما كما تتحدث الأستاذ محمد بن عالية المستشار السابق في الرئاسة ورئيس وعضو مجلس الأمة السابق أيضا. كنت ضيفا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك جزيل الشكر. سيدة زبيدة عسول، هل ممكن يعني تحرك داخلي جدي ويرسل رسائل للخارج ويحاول التأثير في الرأي العام الخارجي بأنه استمرار الوضع بهذا الشكل لا يمكن أن يخدم المصالح المشتركة بين الجزائر وجيرانها في الشمال؟ فعلا هذا الشيء اللي راني نتكلم عليه. نعم. أنا ونقول باللي لازم نبدأ أولا العمل الداخلي. والعمل الداخلي هذا لازم يكون بالتشاور بين كل الطبقة السياسية دون إقصاء، لأنه لازم نتفق على أهداف محددة. صحيح. أنا دائما مع الحوار ولكن والتكتل، ولكن ما يكونش تكتل تكتيكي. نعم. لأنه هذا يخدم السلطة، التكتل التكتيكي. لازم يكون تكتل على أساس أهداف مشتركة. الأهداف المشتركة تاعنا هو لازم نقضي على هذه الممارسات وهذه طريقة تسيير الشأن العام، وننتقل إلى نقلة نوعية في الممارسة السياسية، ونبني دولة القانون. هذا هو اللي لازم نتفق عليه. وهذه تكون بالطرق السلمية وتجنيد كل الطاقات على مستوى الجامعات، على مستوى المجتمع المدني، على كل الفئات راهي يعني واعية اليوم وشاعرة بخطورة الوضع، وكذلك بأهمية التحديات، لأنه إذا ضيعنا هذه الفرصة هذه من يدينا الجزائر مع الأسف ستذهب إلى انحرافات خطيرة جدا. نعم. وهذه هذا ما يخشاه الكثير. أشكرك جزيل الشكر أستاذة زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. أختم معك أستاذ سفيان الشويطر، بين الأخلاق بين المصالح لجيران، يعني حكم التاريخ انه عندنا الجار المغرب وجار تونس وعندنا الجار في اسبانيا ايطاليا، وايضا جار اللي عندنا معاه تعقيدات التاريخ ايضا اللي هو فرنسا. هل ممكن من تشكيل هذه الجبهه الداخليه التاثير على الراي العام في اوروبا وفي فرنسا؟ هل ممكن تحريك العامل الخارجي بشكل ايجابي ومستقل لحفظ هذه المصالح المشتركة بين الشعوب؟ أعتقد ضروري، يعني عندما تكلمت على إعطاء النظرة للعالم على وجود بديل، يعني ربما العالم لديه نظرة أنه ما فيش بديل على هذا النظام، حتى لو هذا النظام متشكل من ديكلون يديروا في المسرح في بعض الأحيان للأسف، ولكن شغل من فوق قلبهم. لابد من الأحزاب. الأخ محمد علي عندما قال نشكل يعني وحدة، يعني لازم هذه ستبين وجود هناك بديل حقيقي، وهذا البديل ما هوش بديل اللي راح يدخل في مشاكل مع الدول ولا يمس مصالح، ما هوش الجزائر ما بعد النظام، ما هيش جزائر أفغانستان وطالبان وكما تستعملها النظام. أنا نقول النظام استعمل حتى في الدبلوماسية سواء من السفراء، استعمل من شخصيات بين قوسين سياسية، كانت الوزيرة الإعلام السابقة اللي كانت في حزب وكانت في تنظيمات نسائية. نعم. وشخصيات في التسعينات كانوا يمشيوا لأوروبا. صحيح صحيح صحيح. سيدي تطفي سيدي بونغير، هذه ليماج اللي عطاوها هذه نفس. نرجع إلى حتى أباؤنا، يعني في الثورة التحريرية ما كانوش دكاتره، ولكن عرفوا انه لابد العامل الدبلوماسي الموازيه، وعملوا يعني عمل جبار، يعني رغم ان فرنسا لعبت بان قضيه داخليه ولا دخل للعالم في شان الداخلي الى اخره، ولكن تمكنوا. كانت هناك حمله دعائيه على الثوره على انها ثوره شيوعيه،
وانها معاديه للغرب، معاديه للعالم الحر، معاديه للمصالح الامريكيه، ولكن الدبلوماسيه جبهه التحرير الوطني انا ذاك مكنت باللي انها دوله لا تمس اي مصالح، فقط شعب يريد التحرر من الاستعمار، وكلكم حررتوا نفوسكم من الاستعمار، ومن حقنا علينا نفس الشيء، لان القضيه لابد من تبيان وجود هناك بديل، تبيان بان الجزائر بدون هذا النظام ماهيش افغانستان، طالبان او الى اخره. جميل قضيه المطالبه بالحق، يعني جمله جميله، الحق في التحرر كما تحررت الولايات المتحده، كما تحررت كل الدول الاخرى، مطالبه الشعوب ايضا في حقها في ان تكون لديها ديمقراطيه ايضا كما هي الشعوب الاوروبيه. نقطه اخرى مرتبطه بعلاقه النخبه والمجتمع المدني والاحزاب السياسيه في الجزائر بالاحزاب الاخرى الاوروبيه، يعني لا نرى لقاءات بين هذه الاحزاب والاحزاب الاوروبيه، لا نرى لقاءات بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني ونقابات اخرى ومنظمات المجتمع المدني في فرنسا وفي اوروبا للتاثير على الراي العام وعلى السياسات الداخليه، مدى اهميه هذه النقطه؟ اكيد لا. شوف اللقاءات كانت هناك مبادرات جيده في التسعينيات، مبادرات كثير، كان مثلا الافافاس عضو في الامميه الامريكيه لعب دور كبير في ايصال قضيه وضع حد للحرب والمصالحه، في تنظيمات المنظمات حقوق الانسان لعبت كثير دور جيد للضغط على بواسطه الراي العام الغربي على الحكومات للضغط لوقف، كنا لقاءات مع البرلمان الاوروبي الان حقيقه، وهذه ملاحظه جيده، حقيقه نرى وكأن هناك انقطاع ما بين كل التنظيمات الغير حكومية وأحزاب سياسية مع الأحزاب والتكتلات والتنظيمات، رغم أنها عام جديد. احنا لسنا نطالب بحلول من الخارج، صحيح، فقط نطالب فقط للنظرة السيئة من الخارج، لأن لابد من نستعرفوا باللي أنه ربما هذا العالم لديه مخاوف على المصالح، مصالح امر عادي، لازم الناس ما تعقدوش ان في العلاقات الدوليه لدينا مصالح، الجزائر لديها مصالح في ليبيا وتحب يكون نظام او تيار ليس معادي للجزائر يكون هو اللي في الحكم، هذه امور عاديه يعني منطقيه ومقبوله، يعني فبالا الانسان يكون عنده عقده صحيح من المصالح، ولابد ان نبين ان الجزائر الغد ليس الجزائر عدو لأمريكا ولا عدو لفرنسا ولا لإسبانيا ولا لروسيا ولا للصين، يعني هناك تبادل والتعاون والتعايش السلمي، وأن الاستقرار كما قال الأخ محمد بن علي أنه مصلحة فرنسا هي استقرار، ولكن الاستقرار في الجزائر ما يكون إلا بدولة ديمقراطية حقيقية ودولة القانون، لأن هذا العنف ربما المنتشر في المناطق الإفريقية أو العربية هي في غياب الحقيقة الديمقراطية، وهذا ولابد علينا أن نصل هذه الصورة، وكما قلت وأكرر هي قضية حرب صور ستينجر ديماج، النظام يبين نفسه أنه هو الوحيد، القوة الوحيدة التي يمكن أن تمكن أن تحكم في الجزائر، وأن بذهابه فانه الاسلاميين او داعش او الطالبان هي اللي ستحكم، لابد من تقديم صوره اخرى باللي هذه مخاطئه، الجزائر ما هي داعش، الجزائريين ما همش طالبان، وحتى الاسلاميين الجزائريين ما هم اسلاميين داعش وما هم اسلاميين صحيح طالبان. اشكرك جزيل الشكر استاذ سفيان شويطر المحامي والخبير في العداله الانتقاليه، كنت ضيفي عبر خدمه سكايب من كندا. موضوع ربما قد نحتاج ضيوف آخرين لنتطرق إليه من زوايا أخرى، لأنه هذا الموضوع غير معروف في الجزائر، وأيضا غير متطرق إليه في الإعلام الجزائري، يعني لا توجد أسئلة حقيقية حول علاقة العمل الخارجي هذه الأنظمة الغربية والوضع الداخلي في مناطقنا، سواء المنطقة المغاربية أو في الشرق الأوسط، وبالتحديد ما دون في الحدث نهتم بالموضوع أو الشأن الجزائري، لا يوجد حديث في الجزائر صراحة حول علاقة هذا العمل الخارجي، وكأن هناك خوف
من التطرق إليه، لكن أنا سعيد جدا بهذا الحوار في الحدث في المغاربية ومع هؤلاء الضيوف الذين أعطوا تلك الصورة أنه لا يمكن لك أن تجلب يعني الحل من الخارج، لكن يمكنك أن يعني تصد الضرر الذي يأتيك من الخارج. هذه الأنظمة الغربية تدعم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة وعلى رأسها النظام الجزائري، ومن حق الشعب الجزائري كما قال الضيوف أن يعيشوا في بلد ديمقراطي حر وأيضا في عدالة مستقلة وانتخابات غير مزورة واقتصاد حر، وبالتالي تحفظ حقوقه حقوق كشعب مثلما تحفظ حقوق الشعوب الأوروبية لما لا يعني، وهذه هي المعادلة. إذا كنت أريد يعني أن أسأل العضو السابق بالمجلس الدستوري الدكتور عامر الخيلة الذي وافق أن يشارك معنا لكن تعذر علينا التواصل معه، سيكون ضيفنا إن شاء الله في حلقات قادمة. إذا العامل الخارجي، كيف نرسل الرسائل من الجزائر من طرف النخبة والأحزاب السياسية إلى الأنظمة الأوروبية بأن مصلحتها هي في ازدهار هذه الشعوب في الضفة الجنوبية وفي الديمقراطية في هذه المنطقة؟ هذا هو المحور الذي حاولنا التطرق إليه، سنعود إليه أكيد في حلقاتنا القادمة. انتهت حلقة اليوم من برنامج الحدث، قدمتها لكم مباشرة من قناة المغاربية. أشكركم سيدي الأعزاء على حسن المتابعة، ألقاكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.